الحقيقة للتوضيح أكتر بينضم لنا من عمان دكتور فاضل الزعبي، خبير بالأمن الغذائي والطوارئ وسفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا. بنرحب بيك يا دكتور على شاشة القاهرة الإخبارية. الحقيقة احنا عايزين نقف بس عند عنوان التقرير الصادر عن اليونيب، وهو بيقول انه خلال عام 2022 ألقي ما لا يقل عن مليار وجبة خلال هذا العام. يعني هل هو مجموع نتاج هدر خلال عام، أم هو هدر يحدث بشكل يومي بهذا الكم؟ صباح الخير. طبعا هذا موضوع مقلق جدا، هو أحد المخاطر الكبرى التي تهدد الغذاء وسوق الغذاء في العالم والأمن الغذائي في العالم، اللي هو الهدر الغذائي، وخاصة الذي يتم بين يدي المستهلك، سواء كان في المطاعم أو في الأسر أو حتى عند تجار التجزئة. طبعا إضافة إلى الفقد في الغذاء، والفقد في الغذاء يتم من المزرعة لحين وصولها للمستهلك. لذلك هذه الأرقام كبيرة جدا ومهولة. ما تفضل به تقرير برنامج المتحدة للبيئة هو يحصر كميات الهدر فقط التي تمت خلال عام 22، اللي بلغت مليار طن متري، اللي هي تقارب 19% من إنتاج الغذاء في العالم. فلك أن تتخيل أن خمسة ما ننتجه يذهب إلى النفايات، وهذا الهدر رقم كبير جدا زي ما ذكر التقرير اللي تفضلت فيه قبل شوي. نعم، هذا الرقم يمكن أن يطعم جياع العالم اللي هم 783 مليون، وهذا الرقم ممكن أن يساهم في خفض الأسعار أيضا، لأنه راح يكون في استقرار أكثر في سوق الغذاء. لذلك العالم يحاول ضمن أهداف التنمية المستدامة أن يخفض من هذا الرقم. حتما لن نستطيع أن نصل بهذا الرقم من 19% إلى صفر، ولكن تخفيضه ولو على الأقل إلى نصف ما هو عليه راح يكون له آثار إيجابية كبيرة جدا جدا على البشرية جمعاء. طيب دكتور، الهدر يعني يزداد، هل هناك صعوبة في وجود حلول له؟ طبعا زي ما تفضلت حضرتك، نعم يزداد، وهذا للأسف يزداد لأن العادات الاستهلاكية للبشر، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني عندما تحدث التقرير أن 60% يهدر في المنازل، إذن هو بفعل العادات الاستهلاكية، بفعل طرق الطعام اللي مستخدمة، سواء في مجتمعات تستخدم كميات أكثر أو طرق طبخ بدائية تؤدي إلى هذا الهدر. هذه من ناحية. وعندما نتحدث أن في لدى تجار التجزئة أيضا نخسر ونهدر 12%، هذا له علاقة بالتعبئة والتغليف والفرز لا يكون مناسبا، بحيث أنها لا تصل جميعها إلى المستهلك، فبالتالي يهدر قسم منها. هنا تكمن الصعوبة. نعم هنالك صعوبة، لأنه تغيير العادات الاستهلاكية وعادات الطعام لدى البشرية جمعاء تحتاج إلى وقت طويل، وتحتاج إلى توعية وجهد كبير. قبل أن نذهب إلى كيفية استخدام هذا المهدر وماذا نفعل وندير النفايات الطعام، لابد من تغيير هذه العادات. وللأسف نجد أن الدول ذات الدخل المنخفض تهدر أيضا. الهدر ليس مشكلة الغني فقط، بل هي مشكلة عالمية تطال جميع هذه الدول. طيب دكتور، خلينا ان احنا برضو نفند الاحصائيات دي. يعني حضرتك قلت 60% مرتبط بالبيوت، يعني الهدر 60% منه مرتبط بسلوكياتنا في البيت. ال 40% هل هو سوء الاستخدام او الهدر اللي بينتج عن المطاعم والفنادق ام ماذا؟ تماما زي ما تفضلت، عندنا 60% هو في المنازل، وال 40% الاخرى 28% منها في المطاعم والفنادق. وانت تعلم الاحساس لدى الفنادق والمطاعم هو في جوده وشكل الاكل اكثر منه بتقديم وجبه اقتصاديه، و 12% في لدى تجار التجزئه اللي بيبيعوا المفرق، السوبر ماركات والمحلات، هذه التي تتلف لديها نتيجة إما عمر الافتراضي
لهذه الخضروات انتهى، وبالتالي يضطر إلى رميها، وإما طرق التغليف والتعبئة لا تكون مناسبة جدا بحيث أنها تضمن سلامة هذا المنتج لمدة أطول. طيب هل يا دكتور الإحصائيات دي مركزة على قارات معينة أو بلدان بعينها أم يعتبر بالتساوي يعني؟ لا، هو هذا المعدل العالمي بشكل عام، لكن يختلف طبعا من دول إلى أخرى. الإحصائيات اللي قام فيها تقرير برنامج المتحدة للبيئة والمنظمة ومنظمة الأغذية والزراعة شملت نسبة كبيرة، أكثر من 113 دولة من دول العالم، ولكن هذه الإحصائيات كانت تتفاوت بين إتاحة المعلومات في بعضها، الحرية للوصول إلى المعلومة، وفي الجزء الآخر كان يكون هنالك عوائق من ناحية الحصول على المعلومة السليمة. لكن وفق الطرق الإحصائية تم الوصول إلى هذه النتائج التي تعطي المعدل في العالم، واللي أتوقع معظم دول العالم يعني إما أكثر أو أقل. على سبيل المثال المعدل العالمي لهدر الطعام 79 كيلوغرام، نجد هذا الرقم سنويا للفرد، كل فرد يهدر كمعدل 79 كيلوغرام سنويا. نجد مثلا في الأردن هذا الرقم 101 كيلوغرام، نجد في مصر 138 كيلوغرام للفرد في السنة، نجده في دول أخرى أقل من هذا المعدل، لكن كلها تتركز حول هذا الرقم، إلا من بعض القيم اللي بتكون بعيدة جدا. يعني هنالك دول تصل إلى 180 والـ200 كيلوغرام اللي هي 3 أضعاف المعدل العالمي. طيب دكتور، يعني هو هدر الطعام يساهم زي ما ذكرنا يساهم في تغيير المناخ وانتشار التلوث، ما هي الحلول السريعة لهذا الهدر؟ نعم، يعني قبل ما نصل للحلول خليني أشكرك على نقطة ماذا يؤثر هدر الطعام. هدر الطعام يؤثر على البيئة بشكل قوي جدا، أولا من ناحية انبعاثات الغازات الدفيئة، وبما في ذلك غاز الميثان، وغاز الميثان نعرف أنه غاز قوي يشكل ما يقارب 30% من ظاهرة الاحتباس الحراري، والأغذية هي أكثر من يطلق من غاز الميثان، إضافة إلى الغازات الأخرى اللي تقريبا هذا الهدر يساهم ب 10% من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهذا يؤثر على المناخ في العالم. هذه من ناحية. من ناحية أخرى ومهمة، أنه هدر الطعام هذا أيضا يهدر لنا الموارد الطبيعية من التربة والمياه المستخدمة في إنتاج هذا الطعام. فلك أن تتخيلي إذا ما كان الفقد الهدر الغذائي 19% والفاقد الغذائي 15%، نتحدث عن ما يقارب 34%، يعني ثلث. هذا الثلث يهدر ثلث موارد الإنسان من المياه والبيئة. أما الطرق فهي عديدة جدا. أولا الانتباه إلى هذا الموضوع، كثير من الدول ماخذ هذا الموضوع بشكل ضمن الروتين اليومي وليس على أجندتها الحرجة. لذلك إذا ما تم من أصحاب القرار في شأن التغذوي والشأن الزراعي والشأن التجاري رفع الاهتمام بهذا الموضوع بحيث أن يصبح هاجس لكل إنسان. كما تعلمين في بداية التسعينات لما كنا نحكي عن التغيرات البيئية، يعني كانت الناس تعتبرنا نتحدث عن ترف وأمور ليست ذات مساس. الآن أصبح كل إنسان بحس في التغيرات المناخية وبتحدث عنها، لذلك الاهتمام فيها صار أكبر. ولذلك كذلك الطعام يجب أن نرفع من مستوى الخوف والتوجس من هذا الموضوع. اثنين، يجب دعم القطاع الخاص بالاستثمار في مجال تخفيف الهدر، وأيضا إدارة المهدر سواء من إعادة استخدامه كأعلاف أو من تحويره إلى طاقة أو سماد يعني طبيعي. هي دي جزئية يا دكتور الحقيقة كنت عايز إن أنا أشير ليها، لأنه يعني حضرتك ذكرت إنه يعني ذكرت بلاد بعينها وحجم الإهدار للفرد بالأرقام ده في البداية، إنما النهاية بقى هل إحنا مع بنوصل انه بيحصل استخدام للهدر ده؟ يعني في بنوك طعام والى خلافه بتاخد بقى الفائض او الهدر ده وبيعيد تدويره او بيعيد تعبئته من جديد
وتوصيله لمن يحتاج. يعني دي يمكن واحدة من القنوات اللي أصبحت موجودة بكثافة يمكن في بلداننا العربية لا سيما مصر. بس الحقيقة أنا كنت عايز أعرف المؤشر كان 2022 اللي ذكر الرقم أو الحجم المشكلة. احنا في 2024 مع التضخم وارتفاع أسعار السلع وإلى خلافه، هل بتتوقع أنه الأرقام دي تنزل تكون في نزول؟ استغرب زميلي العزيز بأنه الأرقام بازدياد للأسف الشديد، لأنه لم يصل الوعي لدى المستهلك ولدى المسؤولين في أصحاب هذا القرار إلى الدرجة التي يعطوا فيها الأهمية اللازمة حتى يتلائم الأفعال والرد مع حجم هذه المشكلة. لكن كما تفضلت تماما، نحن فعلا لدينا بنوك طعام وفعلا لدينا جمعيات خيرية، لكن هذه بنوك الطعام والجمعيات الخيرية يلزم لها أن يتعاون القطاع الخاص، المطاعم الكبرى، الفنادق الكبرى، حتى المواطن عندما يكون لديه وليمة كبيرة بدل من أن يذهب مباشرة لإلقائها في القمامة، أن يحاول الاتصال في هذه البنوك حتى تستطيع استخدامها. هذا مهم جدا جدا. الحقيقة ملف غاية في الأهمية، وإحنا حبينا من خلال حضرتك إن إحنا نسلط الضوء على أهميته، والمشكلة طبعا ما زالت قائمة وإن كان في جهود على مستويات مختلفة، سواء مستوى حكومات أو مستوى المؤسسات أو مستوى وعي المواطن، ولكن يزال الأمر في حاجة إلى مزيد من الانتباه ولفت النظر والتحرك بشكل فعال أكثر. على أي حال يظل هذا محور حديثنا في حلقات قادمة، وأشكرك شكرا جزيلا على مساهمتك في هذا المجال. أشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى دكتور فاضل الزعبي، كنت معنا من عمان، شكرا لك.